الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله. صراحة يعني ده منبر يعني منبر للعلم، وخاصة هي موجودين في مؤسسة هي زي ما قال حاملة للواء هذا العلم، ويعني هذه الأفكار النيرة التي تحملونها أنتم. فلذلك ينبغي الخطاب لهذا، ينبغي أن يليق يعني ينبغي أن يليق بهذا المقام، مقام هذه الجامعة. فأنا عندي سؤالين: ما هو التوحيد؟ المقصود بالتوحيد شنو يعني؟ مع التوحيد ده مش هو عقيدة يعني هم مش عارفين انه هو العقيدة، يعني انه ربنا سبحانه وتعالى ده ما تشرك معه زول، صحيح؟ ده ما الفهم الواضح للتوحيد ولا في غيره يا جماعة؟ التوحيد ده ما واحد، انه ربنا ده ما تلم معه زول، ولا كيف الكلام ده فهم ده كيف؟ اللغة دي غيروها ولا كيف؟ صحيح؟ طيب السؤال هو هل انتوا الموجودين هنا يا شباب؟ انا بسألكم انتوا بالصراحة، يعني في زول مشرك بربنا سبحانه وتعالى؟ في زول فيكم مشرك بربنا سبحانه وتعالى؟ سؤال ما سؤال؟ اكيد ما في. انا ما كلنا مسلمين، صحيح؟ انا متأكد ما في واحد فيكم مشرك بالله عز وجل، انا متأكد. طيب اذا كان ما في واحد مننا هو مشرك بالله عز وجل، إذا معناته يتنسف هذا المنبر، إذا معناته المنبر ده ما له داعي، ما لأنه ما في زول مشرك بالله. أنت أمشي هناك تكلم هناك الناس الكباب، أمشي للكباب هناك أمشي تكلم يا سيد، أمشي للكباب هناك ما تجينا هنا في جامعة هنا ناس مسلمين ما مشركين بالله عز وجل، كيف يعني تقول لنا قال هنا؟ فيا جماعة أنتوا إذا كان عايزين الفكر صحيح، يعني ما تضحك وكذا، كذا أنظر المسألة من ناحية عقلانية، ما يكون كلام ساكت ومهاتر وبتاع، كلام يكون عقلانية. ده السؤال، ده السؤال الأول. يعني إذا كان نحن هنا يعني بعدين كم عدد المشركين؟ كم عدد لما المسلمين هنا؟ يعني هل هي دي المشكلة الحقيقية الآن نحن بنعاني منها؟ هل هي دي المشكلة الحقيقية بيعاني منها جميع المسلمين إنه في شرك بالله عز وجل؟ دي المشكلة الكبرى؟ دليلك شنو على ذلك؟ دليلك شنو؟ إذا كان المسلمون في السودان يعني أول الناس الموجودون في السودان 35 مليون، إذا يعني عدد المشركين كم؟ عدد المشركين كم يا أستاذ؟ أنا أوجه لك السؤال ده، عدد المشركين كم؟ فإذا كان عدد المشركين أكثر من الناس المسلمين، إذا معناه دي المشكلة الحقيقية، وأنت تجي تتكلم لي عنها، لكن ما أنا ما مشركين بالله، أنت ما تجي تشغلنا بإشراك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الأفاضل الطلاب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، طيب السلام عليكم. ده يعني من أكبر، حسب ما علمت، من أكبر كوادر حزب التحرير هذا الرجل. وأنا أبدأ بكلمة، ده الأخير، أبدأ بكلمة قال قال: هل هي دي المشكلة الكبرى ودليلك شنون الشرك؟ يعني هل دي المشكلة الكبرى الشرك؟ وقالت كل الطلبة موحدين، وأنا متأكد ما في واحد مشرك، يبقى ما في داعي تتكلم عن التوحيد. أنا ده ربدة بالنقطة دي. وقال الدليل شنو عن الكلام ده؟ طيب لو فرضنا يا جماعة أنه مش الطلبة دي بس، ونحن الكرة الأرضية كلها موحدة، الدنيا لو فرضنا كلها موحدة، هل توحيد ده كله لو جمع في حتة واحدة بيساوي توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، وألف لا.
فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين. رغم ده ربنا قال له ولقد أوحي، اسمع هذا الدليل هذا اللوكة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء والرسل كله، ولقد أوحي إليك، الخطاب لمنه؟ لإمام الموحدين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أنا بقول كادر حزب التحرير طالما ده أكبر كادر، ده لخص لنا منهج حزب التحرير. والكلام اللي بيقوله شيخ شهاب وشيخ أبو بكر وشيخ محي الدين وشيخ ضحوية وغيره في حزب التحرير، الزول ده لخصوا لكم، أدى لكم في سندويتش جاهز للجغل، جاهز الزول ده، ده كلامه، ده عقيدته، ده فهمه، فهم ضيق جدا، أضيق من جلبة البلف بتاع العجلة، ضيق. قال يبقى، قال ما متأكد ما في واحد مشرك، يبقى إذن، إذن إنه ما بدأ نتكلم التوحيد والشرك. يا أخي ولقد ننسف المنبر ده، ولقد أوحي إليك، أنت عارف لو قلت إليك دي الخطاب، الكاف ده حرف خطاب، درسوكم ليه؟ الكاف حرف خطاب في اللغة العربية، حصل درست اللغة العربية لونه شنو؟ ولقد أوحي إليك، ولا ما كده يا طلبة؟ يا طلبة جامعة أم درمان الإسلامية، الخطاب لمنه؟ للرسول، إمام الموحدين ولا ما إمامه؟ إمامهم. ربنا قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الرسل الأنبياء كلهم عليهم جميعا الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك يا رسول الله يا محمد أنت والرسل اللي قبليك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. محتاج رجل ثاني؟ طيب سورة الأنعام ربنا ذكر 18 نبي وذكر فضائلهم وأعمالهم الصالحة، بعد ما انتهى من ذكر فضائلهم أنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تقول ما في داعي، والمنبر اتنزف، المنبر قاعد كده تكبير يا جماعة، اتنسفت وانجغمت. طيب قال هل في زول مشرك؟ قال السودان فيه ما عارف كم كده مليون بتاع ما بعرفه، المهم انجر زي ما داير فيه وما فيه، وانا ما بيهمني، انا بيهمني التوحيد والعقيده، عرفتها؟ وبعدين الناس اللي في الوطن ذاتهم ربنا قال اغلبهم مشركين في العالم، الله قال الاغلبيه، الا عددهم كم وما عددهم كم، لا ربنا قال اغلب البشر ديل كفار ومشركين، ده قران. وما يؤمن اكثرهم، اكثرهم يعني شنو يا طلبه؟ يعني الاغلبيه. والرسول ده عليك ده رئيس حزب التحرير كادر الأول للأسف الشديد، للأسف. ربنا قال شنو سبحانه وتعالى؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وشيخ شهاب أداك حديث عرفته لكن أنت ما فاهم، حديث بس حديث. ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الناس ما بيفهموا اصلا، حديث واضح قال لك اول حاجه في الدين واهم حاجه في الدين وفي الدنيا كلها انك تدعو الناس الى التوحيد وتنهاهم عن الشرك. اتاك الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل ده شنو؟ صحابي، صحابي واحد اثنين، اعلم الامه بالحلال والحرام والحرام ليوم القيامه، ثلاثه يسبق العلماء علماء الامه الاسلاميه برتوة يوم القيامة، العلماء بيجوا في طائفة كبيرة، معاذ بن جبل قدام برتوة كمان، مش قدامهم كده حبة، برتوة علماء الأمة كلهم. رغم ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه الخلافة إلى أن يوحدوا الله. توب 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 من الهوس ده يا أخي، تحرير وما تحرير، توب. الآيات والحديث كفاية ولا ما كفاية؟ والله لو داير الحق تتوب، لو داير الحق تتوب الآيات والأحاديث. عمر بن الخطاب كان يذكر لي آية واحدة، يقع غمران شهر كامل لحد ما يعودوا مريض. يذكر لك آيات كالصواعق يا أخو أقوى، وأحاديث في النص بتاع الخلاف اللي بيننا وبينك، المفروض تتوب. لكن بدينك ده مستحيل تجيب خلاف، لأنه دينك باطل يا حزب التحرير. ما قلنا كافر،
باطل باطل. وبعدين حزب التحرير من أخطر الأشياء اللي قالها شيخ شهاب إنه بينكروا الحديث الأحاد، وحديث الأحاد ده أغلب الدين بالمناسبة، أغلب الدين. طيب من قبل تقول عددهم كم شغال بالعدد، إذا اشتغلنا بالعدد حديث الأحاد أغلب الدين الإسلامي، رأيك شنو؟ وأنت الآن أحد يا رئيس حزب التحرير، أنت واحد عرفت؟ لم تبلغ حد التواتر، فكيف تدخل تناقش ودائرنا نقبل دينك وأنت واحد وأنت بتنكر حديث الواحد حديث الأحد؟ ده هسه ما تناقض؟ توب 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 يا زول، توب من باطلك ده، كلام ده كافي إنك تتوب. إذا داير تتوب هسه تجي داخل تقول توب توب، الموضوع انتهى. لكن النازل نحسبهم والله يعني اغلب الناس اللي معاهم ده المغشوشين. الكلام ده كافي انك تتوب يا اخ، ما داير كلام كثير. بعد ده قال ما هو التوحيد؟ التوحيد هو افراد الله بالعباده، افراد الله بالعباده. والتوحيد من فضائله انك لو جمعت الذنوب كلها التي دون الشرك يعني غير الشرك الله بيغفر لك انت تحت المشيئه. إن شاء الله غفر لك وأدخلك الجنة مباشرة، وإن شاء عذبك ومآلك إلى الجنة ولا بد بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام حكى قصة صاحب البطاقة لا إله إلا الله، قال عنده 99 سجل، السجل الواحد قدر مد البصر من هنا لآخر حتى يشوف، و99 واحد من ديل كلها مكتوبة ذنوب ومعاصي وسيئات وآثام حقته براه وحده. يجي يوم القيامة يقال يقول ما تفعل هذه السجلات مع هذه البطاقة؟ هو ده تستغرب، أنا اختصرت لك الحديث وإلا هو في مسند الإمام أحمد. المهم فقال الله بلى إن لك عندنا حسنة، يجيب الميزان تضع البطاقة فيها التوحيد بس، وبهناك السجلات 99 كلها ذنوب ومعاصي وسيئات، فيطيش التوحيد بكل الذنوب ثم يدخل إلى الجنة. تقول ما في داعي إذا نتكلم في التوحيد، ده كلام باطل يا أخي، وتنصف وما تنصف ده كلام فاضي. طيب قال ده منبر للعلم ومؤسسة نيرة ولا بد من الخطاب الجيد، وخطابكم ما جيد. أصل دي الرمية كده يجي داخل لك بجيبه، خطابكم ما جيد، يمشي قدامي ينبس ذاته، ده كلام فاضي. وأنا لاحظت أي زول في الكرة الأرضية دي خلاص مستهبل بينكر الخطاب بتاع دعاة التوحيد واسلوب الخطاب، تلقوه اكثر زول قليل ادب. لاحظ الكلام ده انت، والله العظيم جد كم سنين طويله واحد يخش يقول له لابد تتادبوا، بس يتكلم ثلاثه اربع كلمات يسبنا ليك مره واحده. فواحد سباني لي امي دجال الفتحاب ولا واحد معه، معقوله يا ناس؟ فنحن بنرد على شرك وعلى كفر. بعدين نقطه اختم بها الرد عليك، اذا انت كنت داير الحق، أيهما أولى بالإنكار؟ ظلم الحكام اللي هو غلوا الطحنية وغلوا الباسطة والدكوة والبنزين، ولا ظلم لرب العالمين؟ ربنا واحد، صوفية قالوا لا 10، ربنا خلق الكون براو، البرعي قال لا معاه ناس، ربنا يعلم الغيب براو، البرعي قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عالم بالغيب باطن وظاهر، والمرغني محمد عثمان المرغني قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. يلا ده أشد الكفر الما قالوا حتى أبو جهل وأبو لهب، كفر الصوفية اللي بيقولوا ده وعقائدهم الكفرية دي أعني، ولا إنه الحاكم غلى الدكوة؟ يا توفيهم يا ناس، ده دعوتهم كلها في كيس الدكوة ده الدنيا، يعني إنه غلى أول والمظاهرة ده دينه، ونحن بندعو الناس وبنرد على الناس ظلموا رب العالمين ولا يتضرر بظلمهم سبحانه وتعالى، لكن فعلهم ده ظلم، لأن ربنا قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نقطة أعلق على التفجير بتاع داعش في مصر، لأنه ده مهم وده حدث الساعة، ده شغل ناس داعش كما هم تبنوا، وده ما عنده أي علاقة بالدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد، انما المنهج ده بتاع داعش والقاعده وجبهه النصره والسروريه ناس عبد الحيوسف ومحمد عبد الكريم وغيرهم، ده منهج اصلا طلع في العصر الحديث من كتب سيد قطب من جماعه الاخوان المسلمين، اطلع منهم حزب التحرير ديل. وفي العصر السابق
جابوا ذو الخويصرة التميمي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمثاله وأتباعه إلى يوم القيامة يخرج من صيصي هذا ورواية ضيضي هذا قوم يقتلون أهل الإسلام، يقتل الناس في الجامع ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما بيفهموا، أغبية حمقى لا يجاوز حناجرهم. قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أما اللي بيتبجحوا من العلمانيين والمجارمة والملاحدة والشيوعيين اللي بيقول لك ده فكر ابن تيمية كاذب كاذب ودجل. ابن تيمية من أقوى العلماء، من أقوى العلماء على مر التاريخ من عصره إلى يومنا هذا، من عصره إلى يومنا هذا، الذين حاربوا فكر الخوارج وفكر الصوفية والقرامطة والباطنية والشيعة الرافضة وغيرهم. فده الكذابين، ورونا وين ها؟ أيوة ورينا وين ابن تيمية قال يجوز تقتل المسلمين في المساجد يا صوفية يا أخوان مسلمين يا محتالين، ده منهج الإخوان المسلمين. خلاص عبد الحي يوسف موجود في اليوتيوب فيديو رابع هزاته جماعته قال أفتى بجواز التفجيرات، ده شغله. والقرضاوي قال أنا شيخ الفتنة، اللهم أحيني في الفتنة وأعشني في الفتنة وأمتني على الفتنة، وده موجود لو دار تسمع. ده عبد الحي الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. كل باطل. وقال هذه عمليات استشهادية مباركة في نهاية الكلام، موجود في اليوتيوب لو من أراد أن يتأكد. ما بجوز تفجر يهود ولا طليان ولا غيره، ده كله باطل. أما في الحرب، حرب عدي الكتل مع بعض ده موضوع تاني، لكن تغدر يهود ولا تغدر أمريكان جو هنا السودان وأخذ عهد أمان من السلطان من الحاكم وطق له تأشير الدخول في جوازه وأمنوا وأمناه، ما بيجوز الخيانة في الإسلام أبدا، حتى الكافر ما يجوز تخون. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن المسلمين إذا عندهم عهد مع الكفار عديل ما يجوز تخونهم. إذا بان بينك وبينهم عهد وحسيت إنهم نقضوا دار ينقضوا العهد وبيدبروا وتأكدت من هذا الكلام، ربنا قال أول وحديك الآية إنه أول حاجة تكلمهم إنك نقضت العهد عشان يستعدوا للحرب. شوف الدين ده كيف، شوف الرجالة ده كيف. ربنا قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ده الخونة يا أخ، ده الحي يوسف وداعش وجبهة النصرة وأبو بكر البغدادي وبن لادن وسجم رماد، لكن قناة الجزيرة هي التي صنعت أمثال هؤلاء. لأنها قناة إخوانية، أنت ما جايب خبر، قناة إخوانية تابعة لسيد قطب، فكر سيد قطب، فكر الإخوان المسلمين، وأنت ما جايب خبر. فده منهج باطل باطل يا أخي. ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. تمشي تقتل يا أخي ناس بيركعوا وبيسجدوا يا الله تقتلهم حتى لو صوفية، ما بجوز تقتلهم. ونحن يوم واحد ما حرضنا زول مش اقتل صوفي يا الولاية ضانوس، أي ما حرضنا زول بالرد بلساننا ده. الصوفية هم اللي بيسووا كده عليك الله حسب وديني. طلعنا لك جغم من جوا بيوتات الصوفية ذات دي الخطة بتاعت الصوفية في جامعة أم درمان الإسلامية لمحاربة الركن بتاعنا ده. جبتوا كيف؟ جابوا الله. المهم قال السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأصدقاء بالمجمع الصوفي العام، لنا موضوع للتفاكر بيننا، ده شغل جوا الله جابه. طيب نحن زي ما شايفين ناس مزمل وغيرهم من التكفيرين ده المجتهدين جدا في الحلقات والأركان، بس بيجيهم دعم مادي، دعم مادي كثير، وانتوا عارفين براكم. نحن بس نحن يا جماعه لازم تشيلنا الغيره شويه ونشد حيلنا. انا قدر ما اجتمع بالدعاة الصوفيه يقولوا لي دعمي ما في، ده شغل جوا يا جماعه، قالوا ده يفشل الركن ده اها. ونحن يا جماعه كشباب، هو كاتب كشاب، المهم كشباب كبار وصغار لازم نكون قرب في الواتساب، هو قاصد جروب وجد قرب. طيب قرب في الواتساب
نختار له أي اسم تمام، ونتبرع كل ما أسبوع النفر 10 جنيه كثيرة عليكم الله، بس لازم نكون جادين ونتفق مع المشايخ أمثال شيخ حامد بابكر المشرك وشيخ عبد الواحد اللمين الذي انجغم هنا وغيرهم، ونعمل أركان في جامعة أم درمان الإسلامية وغيرها، لأن والله يا جماعة جامعة أم درمان دي ما زق مزم الفقير على حسابه، والما مصدق يجي كل ما يوم أربعاء جامعة أم درمان الإسلامية إعلان الركن يوم الأربعاء الركن ده الساعة 12. طيب قال ويجي كلية الدعوة ويشوف الغريب، وفي طلبة جدد بكثرة، يعني القاعة في أكثر من 850 طالب كلهم جدد، وبعد ده يسمع الكلام ده، يعني ركننا ده ركن السلفيين ده ما خلاص مخهم بنشطب وبيسلكوا المنهج التكفير الإرهابي. كذاب، نحن ما تكفيرين، نحن اللي قعدنا حارب لك التكفيرين يا صوفي، عرفت كلامي؟ طيب والواقع يشهد والمجتمع كله يشهد العالم كله يشهد تكذاب. طيب قال ونحن يا جماعة قدر القروش اللي بتجي بنأجر الساون، ما عندهم حق ساون، وقالوا بالكير الكون ونقول كتاب أشياء زول. قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وإن قلت كن يكن. محتاجين لي 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه يجيبوا الساون، ديل ما مجرمين، ديل ما محتالين، أما شفتح بلاغ الله يفتح راسك ومخك يا صوفي، ديل ما مجرمين بلملموا العشر جنيه. قالوا عشان يذاكروا الركن ده بس ساون، والله إن بقيت أنت ذاك ساون تنجغم أنت وساون سيستم بتاعك. طيب إن شاء الله. قال ونحن يا جماعة قدر القروش اللي بتجي من أجر الساون، ولو فضلت حاجة ندي الشيخ اللي بيتكلم حاجة. أها، وده السبب قال الوقف الأركان بتاعت الصوفية، إنه ما في حاجة، الناس اللي بيشتغلوا بالبنزين أو بالبرسيم لازم يأكلوه حسن شنو عشان يشتغل. طيب قال ولو فضلت حاجة ندي الشيخ اللي بيتكلم حاجة، فهمته؟ وكل عمل لوجه الله شرك كفر. طيب ولازم نشد حيلنا، ولكم مني خالص الشكر والتقدير، ولكم التعقيب على موضوعي ده، أخيكم يوسف الخليفة السكن شرق الجزيرة مدينة الهلالية والريف الهلالية قرية الحضور، طالب بمعهد الخليفة يوسف والبدر للدراسات الإسلامية بمضوء أنبان، مقيم في مضوء أنبان، وهذا هو رقمي للتأكيد. أها، 0129 سوداني 49. والسبب لهذا الموضوع بس اتصلت لشيخ عبد الواحد الأمين وقال له يا شيخ لماذا أركانك وقفت؟ لأنه انجغم. أها، وقفت لأنه والله وبالله وتالله لما جني الشباب الزول ده ربنا يحفظ، يعني اجتهد والطلاب ارتاحوا، اجتهد والطلاب ارتاحوا له، نحن يعني والدعوة دي ما حقتي، أنا زول واحد منكم ممكن أضل بكرة ممكن أنصلح، ده شيء بيد ربنا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يجوز الدعوة تعلق بشخص، دي دعوة الله، لو كانت دعوة شخص ما كانت قوية القوة دي، العالم كله بيخاف منها. نتحدى أي تنظيم في العالم من صوفي تجاني سماني قادري ركيني وانت ماشي كده لحد الحزب الشيوعي السوفيتي ذاته، عرفت كلامي؟ الدعوة دي ما يقدروا يقيفوا قدامها أبدا، لا بعشرة جنيه لا بيساون سيستم. ما هو ده مع اللي زيرك ماشي أمريكا وده غرفة في الكونغرس تأكل ما بعرفه لحاجة مظلمة كده وقاعد هناك حارب الدعوة، زول معه أوباما ما قدر يوقف الركن ده، ده شغل ولا ما شغل؟ ويوم الدعوة زايدة بفضل الله عز وجل والعالم كله بكورك أعني منهم العطالة واكويك وكوركو في الجرائد وهؤلاء مرتدين وهؤلاء زنادقة، والدعوة تزيد زيادة تزيد زيادة وماشي زيادة. نقرأ ها، قال وقام قال لي وقام قال لي ده عبد الواحد الذي انجغم، قال لي والله يا يوسف دعم ما في، دعمي ما في، يعني والله حق الساون ده ما فيه ما في من كل الاتجاهات، ونحن زي ما ايوه ونحن زي ما شباب قدر الباي، ونحن زي ما قلت لكم النفر 10 بنقدر تاني نتصرف ونعمل منشورات ونوزعها، طبعا خطه رديء جدا كتابه بايظه انا قاعد اصلح فيها عشان كده بتعتع وغيره مما يفيد التصوف، وعليكم الله دي قروش اسي وشكرا. نحن برضه نقول لك شكرا، شهاده انه التصوف انتهى في الجامعه دي وان شاء الله حينتهي في البلد دي كلها، لانه التصوف هو دين الشرك. عرف التصوف دين الشرك بالله، ماذا تعريفا صار السنه
العاطل رئيس أنصار السنة مين ماحي قال لي ما رأيك في التصوف؟ قال مجموعة من الأخلاق الفاضلة. أقول لي مجموعة من الأخلاق الفاضلة التصوف ولا أقول لي شنو يعني؟ سموا لي صيفوا لي بدع أنصار السنة ده. والثاني واحد اسمه شمس المعارف الكبرى بدري كان يسموه الكبرى عشان يتم الناقصة. قال نائب الأمين العام لأنصار السنة المحمدية قبل يومين في قناة الخرطوم الفضائية جابوه في برنامج على المولد قال نحن ندعو إخواننا الصوفية لأن يحسنوا صورة المولد ليخرج بصورة مشرفة أو كلمة بمعناها يا جماعة بأجمل صورة يدعوهم للمولد الذي هو بدعة. والقصائد اللي بيقولها فيه شرك أنا الجليس على العرش المحيط به دي قالها وين؟ ده مولد لا المولد بتاع محمد عثمان المرغن اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق ده المولد بتاعه اللي بيقولوا في المولد كلام كفر يتحدوا رب العالمين زول يقول أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي وربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دارين منكم حاجة واحد يا طلبة الشيء اللي تعلمته هنا أو غير هنا من الحق بالدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وبفهم الصحابة ونحن ليه بنقول بفهم الصحابة؟ لأنه ربنا قال ما تفهم القرآن والسنة إلا بفهمه. وين؟ ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤمنين ديل ابن كثير قال هم الصحابة. ابن كثير جاب الكلام ده من وين؟ إنه المؤمنين في الآية دي هم الصحابة اللي هو ربنا أمرنا إنه ما نخالف طريقهم في فهم القرآن والسنة وفي الدين كله. من وين؟ سورة الأنفال. ربنا قال أحفظ الآية دي كويس. ربنا قال والذين جاهدوا وهاجروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دل منو؟ دل المهاجرين من الصحابة لأنه ربنا قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دل المهاجرين من الصحابة. ربنا قال طوال في الآية والذين آووا ونصروا دل منو؟ الأنصار. يبقى دل الصحابة من المهاجرين والأنصار. ربنا قال أولئك دل ودل هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وحين ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن المؤمنين حقا المهاجرين والأنصار في سورة الأنفال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالكلام سمعته من كلام الله وكلام رسوله بفهم الصحابة والسلف الصالح. دارين منكم حاجة واحدة إخوان الطلاب الأكارم الأفاضل تبلغوا لأهلكم كلام ده تبلغوا لأهلك باللسان الطيب بالحكمة بالصبر عليهم أبوك أمك أخواتك حبوبتك خالاتك عماتك أولاد جيران غيره تبدأ وأنذر عشرتك الأقربين وتشوفوا البلد دي لو ما صلحت بلد دي ما بصلحة مظاهرات البلد دي بصلحة توحيد توحيد. وأستغرب يقوموا مظاهرة في البصل إذ عدم في السوق وما في واحد يقوم في مظاهرة والمظاهرة حرام لكن ما في واحد يقوم مظاهرة لما واحد يقول أنا الجليس على العرش لما واحد يقول أنا الله من الصوفية وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. جزاكم الله خير بارك الله فيكم إن شاء الله. إعلان الحلقات كل أحد وخميس بالحاج يوسف.